الو استاذ عبد الحميد، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، مين حضرتك؟ انا فؤاد نصار. مين يا فندم؟ فؤاد نصار. ايه ما تعرفنيش؟ انا بابا نجار، اظن حضرتك كده عرفتني. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا عبد الحميد بيه، انا في الحقيقه كنت عاوز اكلم حضرتك من مده واتشرف برؤيتك، لكن مشاغلي وسفرياتي الكتيره اكيد انت عازرني. مقدر سيادتك يعني، ويشرفني اتصال سيادتك. وانا لو قلت لحضرتك ان انا نفسي اتشرف بزياره حضرتك ونشرب مع بعض فنجان قهوه تقول ايه؟ الشرف لينا يا فؤاد بيه. ده انا اللي هتشرف بزياره حضرتك ليا هنا في الفيلا. الحقيقه من زمان نفسي اتعرف على سيادتك. شوف سيادتك الوقت اللي يناسبك. انا في الحقيقه لو مش مشغول اكتر من اللازم كنت جيت لحد عند سيادتك في البيت. العفو يا فؤاد بيه، انا اجي لحضرتك يعني المساله واحد يعني. شوف سيادتك الوقت اللي يناسبك. العربيه تيجي لسيادتك حوالي 3:30 4 كده؟ كويس. كويس قوي، مفيش داعي للعربيه، انا هجيب عربيتي. معلش عشان السواق هو عارف السكه. انا في انتظار حضرتك بكره. مع السلامه. مع السلامه يا فؤاد بيه. مين فؤاد بيه ده؟ فؤاد بيه نصار بشحمه ولحمه. وده عاوز ايه؟ عايز يعزمني على فنجان قهوه في قصره اللي معرفش عنوانه. ويعزمك ليه؟ هيكون عشان ايه يا امال؟ عشان يشوف حل الموضوع. بنته كلمته من بيتنا في وقت متاخر بالليل وبجرأة، قالك لا لازم يشوف حل. والحل انه يعزمك في بيته يعني؟ امال الراجل قال انه مستعد يجي لغايه عندنا، بس يعني ظروف شغله هي اللي منعاه. عارفه اللي قال مثل اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك صدق. وانت شايف انه كده بيخطب لبنته؟ امال يعني يا امال بعت لي وظفني عنده؟ بعدين بنته غير بناتنا، بنته جريئه زي ما انت شفتي. قالك لا بيدي، لا بيدي عمرو. انا مش قلت لك ربنا هيجعل لي مخرج زي كل مره؟ عارفه يا امال نفسي في ايه دلوقتي؟ نفسك في ايه؟ تسمحي لي اسمح لك. نفسي اروح له واحمد في ايدي زي كده. احمد وحد يعرف هو فين؟ هنعرف اول ما يسمع خبر زي ده. الدنيا هتتعدل في عينيه. فؤاد بيه نصار عازم ابوه على فنجان قهوه في قصره اللي معرفش هو فين. كويسه مش كده؟ متهيألي الربطه كويسه ولا ايه يا امال؟ حلوه. هو باللبس يا عبده، بس برضه ما يصحش شفتي بهدوم مبهدله يعني. ولازم احط عيني في عينه يحس ان انا اغنى منه. الغنى غنى النفس طبعا. طب ايه رايك بقى ان انا مش مستريح انه بعت وعايز يقابلك عشان يكلمك في موضوع بنته وابنك دي؟ امسك. لما ارجع هترتاحي وهتعرفي ان كلامي وتوقعاتي ما تنزلش الارض ابدا. بيه ولا لا؟ طول عمرك بيه. يلا بقى الراجل مستني تحت. هنزل له. عارفه لو فؤاد نصار مش عاوز يحل مشكله بنته ما كانش بعت العربيه والسواق، وكمان تلاقيه فكر قالك البيت راكبه دماغها، يبقى انا ما اسيبش الحكايه تعدي من فوق دماغي. يلا يا عبده الراجل مستني تحت. عبده. نعم. خد ودي في الكلام معاه واحده واحده. ها مفيش غير واحده واحده. عبده. نعم. اوعى تقول له ان احمد زعلان وسايب البيت. معقوله يعني هتعس نفسي واصغر ابني؟ بس انا خايف يكون وصل له كلام من بنته، ابقى ساعتها مش عارف اقول ايه. تقول له قول له ان احمد زعلان عشان كان عاوز يخطب نجار. ايه حلوه دي؟ حلوه يعني. مش البت بس زعلانه، الواد كمان زعلان. ايوه كلام معقول. احيانا يطلع منك دولار يا امال. ازيك يا استاذ؟ اهلا سعاده البيت. لا اتفضل حضرتك هنا. ايه يعني ما ينفعش اقعد جنبك؟ لا يا باشا مكان حضرتك هنا، اتفضل. البهوات بتبقى ورا يا سعاده البيت. دي شكليات بس يا مجاهد. بالف الف سلامه يا سعاده البيت. الله يسلمك. سلامة يا بيه، بألف سلامة يا سعادة البيه. الله يسلمك. احنا برضك بهوات. اتفضل جنابك، اتفضل.
فؤاد باشا نصار يا فندم. اه الاستاذ عبد الحميد دراس. ايوه يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل يا فندم. اتفضل بيتك ومطرحك زي ما بيقولوا بالبلدي مش كده؟ مظبوط، بس احنا بيتنا مش كده، اللهم لا حسد. اتفضل. بداية كويسة جدا، احساس حضرتك بالاختلاف والاهم الاعتراف بيه. الكذب خيبة يعني، والمسألة مش محتاجة لا انكار ولا اعتراف. كده قربت المسافة قوي. حضرتك تحب تشرب ايه؟ ملوش لزوم. لا لا لا، ازاي؟ ده واجب واصول، وانا لسه برضو بعرف الاصول. شوف انا عشان عندي ضغط وسكر بشرب القهوة سادة. حضرتك الف سلامة ليك، تبقى سادة. يا شرف، أؤمر لنا باتنين قهوة سادة. تحت أمري. معليك يا فندم. طبعا أستاذ عبد الحميد، حضرتك عايز تعرف أنا ليه بعدت لك عشان نشرب القهوة سوا مع بعض؟ أنا متهيألي إن أنا عارف ليه. عظيم، كده هتوفر عليا حاجات كتيرة قوي. أنا هوفر على حضرتك أهم وأصعب حاجة، القلق. أنا عارف إن حضرتك قلقان على نجار، وده من حقك، بس أنا هقول لك كلمة واحدة، ما تقلقش، نجار في منزلة بنت دعاء بالظبط. جميل جدا. وحضرتك بقى كأب وكوالد لدعاء والنجار، ترضى ان بنتك تسيب كل اللي انت شايفه ده وتروح تعيش في شقة صغيرة في العمرانية؟ أستاذ عبد الحميد، اذا كان ده يرضيك كأب وكوالد يرضيني. فؤاد بيه، عمرنا ما فكرنا ان نجار تبعد عن هنا او تبعد عن حضرتك، لكن الواقع انها بعدت بدون قصد، والبنت عايزه تتجوز ابنك، وحضرتك مرحب وفتح لها دراعاتك وبيتك، وانا ما اعرفش. فؤاد بيه، نجار اختارت احمد وهي عارفه هو ابن مين. بنتي عيله وابنك عيل، عيال يا استاذ عبد الحميد، وانت راجل مربي وعارف مرحله النمو والنضج، عيال بيحلموا. والعلم حضرتك، انا ما عنديش مانع ابدا انهم يتجوزوا، بالعكس انا هبقى اسعد انسان في الدنيا لما بنتي تتجوز البني ادم اللي بتحبه. طب حضرتك معترض ليه وبتتهمني ان انا فتح لها بيتي لما انت موافق انها تتجوز ابني؟ تتجوز في بيت زي ده؟ في بيت زي ده طبعا، اظن ده مطلب عادي جدا بالنسبه لبنتي، وما اعتقدش انك انت هتوافق ان ابنك يجي يعيش في البيت هنا، في بيت مراته يعني، ولا هتوافق؟ لا طبعا مش هوافق يا فؤاد بيه. وانا كمان ما وافقش ان بنتي تسيب كل ده وتروح تعيش في شقه صغيره في العمرانيه، ابقى بكرهها. لو نجار بنتك يا استاذ عبد الحميد، ترضى تظلمها بالشكل ده؟ طب يعني دلوقتي ايه المطلوب مني بالظبط يا فؤاد بيه؟ تساعدني، وانا مستعد اساعد احمد باي شكل وباي مبلغ. استاذ عبد الحميد، ارجوك ساعدني، نجار بنتي الوحيده، وانا ما عنديش استعداد ان انا اخسرها لمجرد نزوه عيله مراهقه. فؤاد بيه، انا ما عنديش غير رد واحد على كلام حضرتك، أنا ما أقدرش أقول لنجار ما تجيش بيتي، ما تزعلش، لأن دي الأصول اللي كنت بتتكلم عليها من شوية، وما فيش مخلوق في الدنيا ولا أنا ولا أنت نقدر نقول لنجار ما تحبيش أحمد أو أي شاب تاني. المشاعر دي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيوجهها، عشان كده ما أقدرش أقول لنجار ما تحبيش أحمد، وما أقدرش أقول لأحمد ما تحبيش نجار، وإلا بقى أب ظالم. ممكن نعمل إيه؟ هحاول أبعد ابني عنها على قد ما أقدر، وأنا وابني هنبعد عن مالك. احنا ما لزمناش غير نجار لاننا بنحبها فعلا. ارجو ان كلامي كان واضح يا فؤاد بيه. واضح جدا يا استاذ عبد الحميد، واضح اكتر من اللازم. تسمح لي امشي؟ لاني عارف ان حضرتك مشغول. يا شرف، العربيه عشان توصل الاستاذ. لا امرك يا فندم. مفيش داعي للعربيه، انا هاخد تاكسي من بره. ده هنا مفيش تاكسات يا استاذ عبد الحميد، هنا منطقه قصور وفيلات. يبقى انا اللي جيت غلط، والغلط مردود زي ما بيقولوا عندنا في الفلاحين يا فؤاد بيه. هو انا
مش قلت لك يا عبد اني مش مرتاحه؟ ولا كان داخل دماغي ان الراجل ده عاوز يقعد عشان يتكلم معاك وياخد ويدي في الكلام؟ لا، وانا قبل ما انزل اقول لك توقعاتي ما تنزلش الارض. انا عارف هو بعت لي ليه، كنت بحسبه اب زينا. لا لا لا، دول حاجه غيرنا، الناس دي حاجه واحنا حاجه تانية خالص. لا اله الا الله. بعدين يقول لي لو ساعدتني ان ابنك يبعد عن بنتي انا مستعد ادفع لابنك اي فلوس هو عايزها. تصوري، عايز يشتري احمد وحبه وحياته وكرامته بالفلوس، بس انا ما سكتش، اديتهم له، اديته درس في الكرامه والتعبير. طب وبعدين يا عبده، لو البنت بنته كانت سالت عن احمد هنقول لها ايه؟ تيجي اهلا وسهلا يمنحها هو، اذا كان هو مش قادر يمنحها احنا هنقدر؟ واحنا كمان مش قادرين على ابننا، مش عارفين هو فين. ربنا يستر، ربنا يستر وما يشمش خبر ان احمد سايبنا وسايب البيت. وانا هستنى لحد ما حد يشم ولا ما يشمش؟ لا، انا هنزل ادور على احمد على طول قبل الاجازه ما تخلص والدراسه تبتدي. انا هقوم اتوضى واصلي ركعتين لله عشان يساعدني ان الاقيه. يا هادي يا رب.